صغيراتنا في الدكتور كيدز. دكتور كيدز على حياة طفل، زهرة من الحياة. صباح الخير. صباح الخير، صباح الفل والياسمين لأصدقائي الطيبين هذوما. بداية أسبوع موفقة إن شاء الله للجميع، وكالعادة صايمين ولا فاطرين؟ صايمين هما كلهم صايمين، وما يفطروا حتى شيء كان الحليب. معايا بطل مزيان مزيان. عسلامة. عسلامة. شنو أحوالك؟ لاباس؟ لاباس الحمد لله. شو اسمك انت؟ يحيى شلابي. اسمه يحيى، ما شاء الله عليه. قداش عمره يحيى؟ 4 سنين. عمره 4 سنوات ويعرف يحكي ويعرف يغني. وصايم ولا فاطر؟ صايم. صايمه. شكليت من الصباح؟ ياغورتا كهوة. هكا وعلق الصيام على ياغورتا وكهوة، ما فماش حاجه اخرى؟ بسكويلات. ما كليتش تفاحه؟ اي. ومن بعد باش تروح باش تفطر؟ اي. شنو باش تفطر قل؟ كاستو. كسكروتة بيش؟ هليسة. بالله هليسة. ومن بعد ترجع تصوم؟ أي. بعد ما ناكلوا كسكروت نرجع نصيم، وخطر جسمنا يحتاج إلى التغذية هكا ولا؟ نعم. أي. وانتي تعرف الطيب الماكلة ولا؟ نعم. شنو تعرف الطيب وانتي؟ مكرونة. هو يعرف يطيب مكرونة. بيش المكرونة؟ بالسمك ولا بالدجاج ولا؟ بالدجاج. هو بالدجاج صحيح. دجاجة كبيرة ولا صغيرة؟ صغيرة. صغيرة ما شاء الله عليه. بعد نرجع نصيمه؟ أي. ها؟ أي. بعد ما ناكله نرجع نصيمه؟ أي. ووحدك تصيم أنت ولا معك شكون؟ واحد. هو واحد يصيم وأنت صايم. تو تعرف تغني ولا ما تعرفش؟ أي. عايش تغني لي؟ أنا بكو على شكلي ودوا لوني أحمر، لا 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 لوني أصفر، لا 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 لو بكو قالي، لو بكو قالي، لونو بكو قالي. ذي أجمل ما فما اللون البكو قالي ذي، ما شاء الله عليه. هذاك علاش نعطيه تحية كبيرة كبيرة كبيرة، ونقول لكم شاهية شاهية طيبة، وربي يتقبل منكم الصيام. دكتور كيدز. دكتور كيدز على حياة طفل.